كمان اتكلمنا في مواعيد الكاف قبل كده وقلنا مواعيد نصف نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا اللي موجود فيها طبعا النادي الاهلي والزمالك من مصر والوداد وايضا الرجاء من المغرب، والمواعيد يوم 25 و26 سبتمبر مباراه الذهاب هتكون في المغرب سواء للاهلي او للزمالك، والاياب هيكون في القاهره يوم 2 او 3 اكتوبر، وده احنا كنا اتكلمنا فيه الحلقه اللي فاتت وانفردنا بيه مع حضراتكم. وزي ما حضراتكم كمان عارفين شكل البطوله هيكون ازاي، انت لو وصلت المباريات النهائيه ان شاء الله باذن الله الاهلي يوصل المباراه النهائيه وان شاء الله كمان الزمالك يوصل، يبقى نهائي مصري خالص. لو وصلت هيبقى النهائي في مصر لو اهلي وزمالك، لو لا قدر الله وداد ورجاء هيبقى النهائي فين؟ في المغرب. لو فرقه من هنا ومن هنا هيبقى في طبعا بعض الاتحادات اللي ممكن تتقدم بطلب استضافه المباراه النهائيه بحد اقصى يوم 17 اغسطس عشان يكون النهائي يوم 16 او 17 اكتوبر باذن الله تعالى، وباذن الله باذن الله يكون الاهلي متواجد في المباراه النهائيه عشان ترجع لنا بقى البطوله تضل عند دولاب بطولات النادي الاهلي وبطوله دوري ابطال افريقيا منتظرينها بفارغ الصبر. طيب برضو الجزئيه اللي عايز اعلق عليها سريعا، الحلقه اللي فاتت اتكلمت على موضوع الصفقات الاهلي وانا دايما ما بحبش اتكلم في الجزئيه دي كتير لان احنا بيبقى قلبنا عن النادي على النادي الاهلي، هدفنا او هدف اي واحد من الجماهير الاهلاويه وهدف قناه النادي الاهلي ان احنا نكون في ظهر النادي، ما نبوظلوش اي اتجاه هو ماشي فيه او حاجه، احنا مساندين. فانا عايز بس اطمن جمهور النادي الاهلي فيما يتعلق بالصفقات، انا قلت لحضراتكم هيبقى اقصى تقدير صفقتين كمان غير طاهر محمد طاهر، الاقرب ان هي هتكون صفقه لكن ممكن توصل لصفقتين ده بحد اقصى. اللي عايز اقوله كمان لجمهور النادي الاهلي ان خلاص هيتم الاستقرار على الصفقه باذن الله خلال الفتره اللي جايه دون الدخول في تفاصيل او حتى مش هقول ملامح لشكل صفقات او مين اللاعب اللي ممكن ينضم للنادي الاهلي، احنا هننتظر دايما التوقيت المناسب اللي ممكن نعلن عنه من خلال شاشه قناه النادي من خلال اي برنامج موجود على قناه النادي الاهلي ومن خلال الموقع الرسمي للنادي، وهنقول لحضراتكم كل جديد فيما يتعلق بالصفقات. لكن الناس شغاله بشكل مميز جدا في تنسيق تام ما بين مستر ريني فايلر وايضا لجنه التخطيط للكره وامير توفيق مدير التعاقدات عشان باذن الله يحسموا بعض الامور طبقا لرغبه كمان مستر ريني فايلر، ده الاول والاخير بكل تاكيد لان هو المدير الفني للنادي الاهلي وهو ادرى بكل الحسابات الفنيه الخاصه بالفريق.